هاد الارض هذه ديال مولاه حقا ديال، ولكن ما خلاش شي حاجه ديالو، كلشي باع الديطاي ديالو، انا شاري منه انا الاول. وكانت هاد الزنقه كدوز، وباه قال لي هاد الزنقه كدوز هذه اللي ما بين ستاسيون وبين مول البنوات، هذيك اسيدي كانت كدوز، جا هو شدها وملكها حتى هي تابع على حسابه. ومن بعد من بعد داكشي كله ومشينا، وجا الباشا عبد الرحيم الله يذكره بخير، كان حيد داكشي، ضرب داكشي كلشي بالبلديه، جاب البلديه حيد داكشي، ولاو سرحوا الطريق وتسرحت شويه، مشى باشا خوت بنا شد صعمر عليها، صعمر تما داك الطريق. ودابا الان حنا دابا اللي واقفين عليه على هاد الحل اللي حل هاد البيبان غير شرعيا، واش هادي فوضى؟ في مولاي الناس يحل حرش الرجم يحل، لا غير معقول هادشي، غير معقول هادشي، ماشي صح. كاين السكان، كاين التكرفيس، كاين الجمسجيد، بيت الله، كاين بيت الله، واش يبقاو لك كاميونات يوقف الصلاه تما ويبقى يغسل الفيدونج ويدير هذا، وعاد تكرفسوا. التكرفسوا جينا قريب ليا، انا شاري انا الاول هنا في هذا الحي، ما كاينش انا اللي سبق مني، ما كاينش في هذه الزنقه. ولكن دابا هذا الشيء فين وبا، فين وهو، فين كاين بعيد. السيد فوضاوي كيدير داك الشيء اللي بغا هو، سيطر ما عرفت علاش، واش قوة ديالو ولا قوة المال ولا قوة، ما عرفت والله ما عرفت. انا هذا الشيء اللي داير هذا السيد ماشي هو هذاك، غير معقول. انسان راه سكان هنا وكاين جيران، كاين ولكن مع جنبو كاين جيران، كاين جيران، جيران كلهم فاميلته، ما كاينش اللي يتكلم، كنتكلموا حنا اللي مال الفاميلا ديالو، ما يقدرش يتحرك شي واحد. انما حنا تكلمنا، عندنا الضرورة لبيت الله سبحانه وتعالى. وغادي شوف شحال ديال السيارات واقفين هنا، فين غادي يوقفوا؟ من يجي يصليوا الناس فين غادي يحبسوا الطريق؟ تولي فوضى في الطريق، كاينه هذه المساحه كيتنفعوا بها المصلون، وكتكون نهار الجمعه كتعمر، كتعمر الجامع، كلشي كيصلي على برا. ايوا نبقاو نديروا الماء والفيدانج واللافاج والصداعات وكلشي كيضرب شي الغوط، الله يجزيكم بخير. الى ما ندوروا من هذه الحاله ديالنا، شوفوا هذه الحاله، نفضل لكم الله يجزيكم بخير. وانا واحد الانسان، انا كبير من السن، عندي شي 90 عام، راني كدابا كنهضر غير هذا وصفي بزمني. ونشكركم بزاف على هذا العمل، والله يجزي بخير اللي وقف على هذا العمل كله. حنا اليوم عندنا واحد الاشكال ديال واحد رخصه اصلاح. وقبل ما ندخل في المشكل ديال رخصه اصلاح، باغي نشير لواحد النقطه اخرى اللي باقين حنا كمجلس جماعي وكمجتمع مدني وحتى الجمعيات المجاوره كنعيشوا واحد الاحتقان جراء واحد رخصه بناء اللي تعطات من طرف المستشار المفوض لها في المكتب التقني، رخصه بناء تتعلق بمحطه للوقود خارج مدينه البير جديد وفي تراب جماعه اخرى. الرئيس ديال هذه الجماعه دار جميع المراسلات والشكايات للجهات المسؤوله من اجل الحد من هذه السلوكات اللا مسؤولة من طرف هذا المستشار المفوض له، بحيث أنه يمنع من عن كلي وغير قانوني باش هذا السيد هذا يعطي رخصة خارج تراب مدينة البير جديد. مع العلم أن هذا المستشار اللي عنده تفويض كان سابقا في المعارضة، وسبق ليه تقدم بشكاية ضد الرئيس السابق على أساس أنه هو اعطى واحد الرخصه خارج المدار الحضري ديال البير جديد واللي هي تابعه لجماعه المهارزه الساحل. اليوم الفرق اللي كاين هو ان الرئيس السابق منح رخصه تابعه لجماعه المهارزه الساحل، والمستشار اللي هو في المعارضه السابقه وفي التسيير الحالي اعطاها تابعه لجماعه الغديره، بحيث كتفصل بيناتهم غير الطريق الرئيسيه المؤديه من الجديده الى الدار البيضاء. يعني الجماعة ديال الغديرة في شخص رئيسها وبعض نوابها يستنكرون هذا السلوك، حيث أنه تم حرمان جماعتهم من واحد المدخول اللي هو قانوني واللي هي خاتو جماعة البيرجي اللي ماشي من حقها، في حدود مبلغ 8 ملايين قل 300 ألف فرنك. هاد السيد هذا راه كاين واحد الفيديو ديالو بالضبط، راه غادا تشير ليه الجالية في واحد اللايف اللي كان كيستنكر وبانه راسل جميع الجهات المسؤوله وبانه رفع دعوى قضائيه في حق الرئيس السابق بدعوى انه منح رخصه خارج تراب مدينه البرجين، واذا به هو اليوم كيتورط في نفس المشكل، هي هو اختلاف الجماعات. هذه النقطه الاولى. غادي نرجع معك للنقطه الثانيه اللي كتعلق برخصه الاصلاح اللي احنا حدا المشروع المعني بالامر. أولا هذا المستشار الجماعي
تمت المصادقة أو تم التوقيع على الترخيص بطرق غير قانونية، حيث أنه تحايل على القانون، بحيث أن اللجنة التقنية اللي خاصها تكون منبثقة من المجلس البلدي أو يكون بعض أعضائها حتى من العمالة أو يعني لاجونس إيربا، هو اكتفى فقط بالترخيص والتوقيع بنفسه في غياب محضر اللجنة التقنية. ومن الناس عرفوا واحد الاحتجاج يعني الجيران ديال انهم هذا الشيء راه يعني خلف لهم ضررا، وباش تعرف انهم تواطأ مع الناس ديال المشروع التحق بعين المكان ودافع عن اصحاب الرخصة وسب وشتم الجيران الذين تضرروا بفعل هذه الرخصة، كما كان يعني من يلتحق على الاقل كان تكون عنده واحد حسن نيه ويوجه هاد الناس يقول لهم راكم خرقتوا القانون وما احترمتوش المضمون ديال الرخصه. حنا يعني رخصه اصلاح راه ماشي هو ورش بناء، حيث تم هدم هذه البنايه بالجرافه ودافع وسب الجميع وسب الحضور وتحدى القانون، مع العلم ان راه حتى رخص الاصلاح راه ما بقاش كتعطى، وحتى لا تعطات كتعطى فيما هو داخلي مثلا كالتبليط او التزليج الى غير ذلك من هذه الاشياء. السكان اللي قراب من المشروع تضروا وكلهم عبروا على الغضب ديالهم، نظرا ان اي واحد جا شرى دار ولا شرى بقعه من اللي بناها راه الا دار بلونتوراج وتبين ليه بانه هو راه غادي يرتاح بحكم انه قرب المسجد وبحكم انه كاين واحد الباركينغ فين غادي يعني يركن السياره ديالو. مع العلم ان اليوم من يتفتح هذا المرآبين اللي هو عباره عن مشروع لغسل السيارات والشاحنات، مما سيسبب ضجيجا ويسبب تلوثا، وحتى هاد الناس الا بغاو يبيعوا غير شغلهم راه ما كاين اللي ما غاديش يناقش كاع، ولا كاين اللي غادي يشري ويعطي واحد الثمن اللي هو بخس اللي غير صالح لصاحب الدار التي هي بقرب هذا المشروع. انا كنقول يعني عاود نقول ثاني هذه راه مضره كتكون عندنا، مضره عندنا في هذا السكن وفي هذا الشيء، راه مش معقول باش تكون هذا الشيء، راه لازم يكون شي حل، او هاد راه يقدرونا حنا ساكنين هنا بولادنا ومقدرين. وانا عاود نقول ثاني غادي نقول واحد الكلمه، انا دوزت 45 سنه دوزت في فرنسا، وجيت كيتيت فرنسا وجيت باش نرتاح، ما غيكونش عندي الهراج هنا قدام الدار او نبغي ندخل الساكن ديالي ما نصيبني ندخل، راه مش معقول هذا الشيء. هذا كنطالبوا سيدي هذا المحل ما يتفتحش، الا تفتح هذا المحل هذا راه عندنا مضره كبيره، ويمكن يمكن 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 الا تفتح هذا المحل فري انا خصني نبيع، هنا ما خصني باغي نرتاح الحقيقه، خصني نبيع السكن ونبقى ساكن هنا الحقيقه باش تولي الريحه ديال المازوت داخله عندي وما نصيبني ندخل المنزل ديالي، احسن نبيع ونشوف غنرتاح. أنا جيت هنا البلاد باش نبرك باش نرتاح، عييت بالغربة عينا بكل شيء، هنا باش نرتاحوا، ساحنا وجدنا مشاكل، غنوجدوا مشاكل بلادنا، مش معقول.